السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد نتمنى ينال الاستحسان ديالكم. جيت معكم في واحد الفيديو اللي مهم 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 بزاف، سواء ربك بيوت اللي كيبغيو يقدموا وصفات لعائلتهم، سواء البنات اللي بغاو يبداو المشروع ديالهم من البيت ديالهم. هذا الفيديو هذا غادي يعطيكم بزاف المعلومات، خصوصا على التساؤلات اللي عطيتوني اخر مرة على الفيديو الاخرى. انا نجاوبكم كامل وبلي ديتاي. نبداو على بركه الله. اول حاجه نعطي مقادير الوصفه كالعاده. غادي نحتاجو هنايا البودره ديال التشيز، فيها 20 غرام. غادي نحتاجو 50 غرام ديال الزبده. غادي نحتاجو صفار بيضاء. غادي نحتاجو كذلك الملعقه ديال لافاني، ما كتبتهاش لكم هنايا في المونتاج معليش. وغادي نحتاجو كذلك السكر كلاسي، 30 غرام بالضبط ديال السكر كلاسي. غادي نحتاجو 90 غرام ديال الدقيق الحلويات. وغادي نحتاجو الراس ديال المعلقه ديال خميره الحلويات، او ربع ملعقه صغيره هكذا. نبداو على بركه الله في الوصفه، وكذلك نجاوب على بعض التساؤلات. الاخر مره كانوا جاو عندي بنات قالوا لي عافاك قولي لنا بحالاش غادي نحددوا ثمن البيع. عندكم الحق، نتوما كتصايبوا واحد الحاجه، فرضا هذيك الحاجه حرشات او لا نقولوا كوكيز ولا شنو، كل واحد التخصص ديالو وشنو كيتقن. فكتحددوا مثلا، نعطيو مثال بالحرشات. يعني بغيتوا تبيعوا الحرشات ديالكم، غادي تقديتوا مثلا نص كيلو ديال السميده، تقديتوا مثلا هذيك لا بيرسون بغاتهم بالزيتون كحل، تقديتوا الزيتون، تقدينا الخميره، تقدينا الزيت، تقدينا سنيده، تقدينا هذه، تقدينا هذه، تنحسبوا لي زانغريديون شحال تقاموا علينا. مثلا هذوك لي زانغريديون كاملهم تقاموا علينا مثلا ب50 درهم. ياكي غادي نزيدو مثلا واحد لاباي اللي هي ديال الفران، مثلا نقولوا واحد 10 دراهم ديال داك الفران اللي طيبتي فيه، او 3 دراهم او 4 دراهم ديال ديك التقابيله ديال الفران اللي قابلتي فيه. وغادي تزيدي كذلك شنو كيقولوا، تزيدي كل حاجه. يعني شحال تقنت عليا هادي، تقنت عليا بكذا، هادي تقنت عليا بكذا، ونزيد لاباي تاع ايديا. مثلا انا ايديا حاسبها ب10 دراهم، اولا ايديا حاسبها ب15 درهم. صافي تما تتحددي الاجمال، يعني هذاك الشيء كامل وها بشحال تقن عليك، وكتزيدي عليه الثمن تاع ايديك، وكيعطيك بشحال غتبيعيه لهذيك السيده. الا كنتي كتبيعي الوحدات تما غادي تشدي هذاك لاصوم اللي خرجات لك، وغتقسميها على عدد الوحدات اللي خرجات لك هذيك الكميه، وغتعطيك كل وحده بشحال تبيعيها. مثلا كل حرشه بشحال تقام عليك، يعني بشحال تبيعيها. هذا ما كان بالنسبه لثمن البيع، راه سهل وبسيط. كيفاش تحددي ثمن البيع؟ ما كاينش فيه مشكل، يعني كيبقى غير انتيا بشحال غتحسبي ايديك، وبشحال غتحسبي لي زانغريديون اللي عندك. طبيعه الحال السخره انك خرجتي تسخرتي وجبتي لي برودوي، جبتي زعما جبتي المكونات، فلا داعي انا كنحسب هذيك القضيه. يعني كنحسبوا غير الاساسيات، كنحسبوا غير الاساسيات، وكتقسمي على لو توتال، وتعطيك ثمن البيع اللي خصك تبيعي به. وبطبيعه الحال غيخرج لك غيبان لك الفضل وغيبان لك الربح، الا كنتي من النوع اللي كيحافظ على راس المال. يعني دائما ما ندخلش في الفضل ديالي، ما ندخلش في راس المال ديالي، يعني راس المال يبقى عندي ديما هو راس المال. الا ما زدتش عليه ما نقصش منه. يعني من الاحسن دو بريفيرونس للناس اللي كيكون عندهم المشاريع في الشهور الاولى، من الاحسن انكم تتوقفوا المشروع ديالكم على رجليه، عاد ديك الساعه تقدروا تاخذوا الفضل. اما في الاول اي راس المال يكون عندك عاودي زيدي عليه. يعني دائما مثلا
مثلا مثلا في الفضل خرجت لي واحد 100 درهم، نعاود ناخذ منها 50 درهم، 50 درهم نخسرها، وديك 50 درهم نزيدها على داك راس المال اللي هو مثلا كان 100 درهم، هتولي عندي في راس المال 150 درهم. المرة الجاية وكذلك نعاود ناخذ 50 درهم اخرى، تيولي عندي راس المال في 200 درهم، وكنبقى غادية انا وكنكبر في راس المال ديالي حتى كنلحق لواحد راس المال اللي معقول، والبروجي ديالي كيبقى غادي وتيكبر، يعني تتولي من مشروع صغير لمشروع كبير 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 بزاف. فهاد القضية هادي تبعوها وغادي تعجبكم. بالنسبة للناس اللي بغاو الوصفة ديال هاد المملحات كيجيو خطيرين بزاف 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 لواحد الدرجة ما كتصورش، وتقدروا تهما تبيعوهم، ديروهم في ان باكاجين او امبالاج اللي يكون زوين وتبيعوهم. علاش لا؟ خصوصا دابا كاينين في وقيت ديال عاشوره وبلا عاشوره هاد المملحات كيتكالوا وبزاف عاد، فتقدروا تبيعوهم. هنايا بالنسبه لهاد جيت نهضر في هاد اللقطه هادي حيتاش مهمه بزاف. هنايا فاش فردت العجينه البنات ودلكتها وسرحتها، غادي ندخلها ضروري للثلاجه باش تشد فراسها، لان فيها الزبده، وكتعرفوا الزبده من تكون شي شويه لاباط ديالها بحال الصابلي خاص كيتحدي معاها، الا بغيتي تقطعها تكون شاده في راسها، من الاحسن تخليها واحد الساعه ولا ساعتين حتى تشد مزيان في راسها في الثلاجه، عاد ديك الساعه تخرجيها وتخدميها بالزربه بالزربه بالزربه، سيرتو الا كان الحال سخون. اما الا كان عندكم الحال بارد فمعليش تقدري تخدميها براحتك، يعني ما غاديش تذوب معاك الزبده بالزربه. هنايا فاش خرجتها من الثلاجة قطعتها، زودت ليها الجوانب ديالها وحاولت نقطعها في فورم ديال شرائط هكا اللي طوالين باش نقدر نقصيد بهم مثلثات باش يجي الشكل ديالهم بحال المثلثات ديال الجبن. صراحة جا منظر هائل، وهاد الوصفة هائلة بزاف، وغتحمر لكم وجهكم مع الكليان ديالكم. هذا سر من اسرار ديال لي كوموند اللي كيكونوا راقيين زوينين مسولين، وكذلك تيكون فيهم البنة. المذاق ديالهم كيجي بحال الشيبس ديال الفرماج تماما بدون نقاش ولا جدال، لان داك البودرة ديال تشيز كتعطيهم واحد المذاق زوين. فين غنتلاقاو بودرة ديال تشيز؟ موجودة عند صحاب محلات الحلويات، راهم كيبيعوها بحال اللي كيبيعوا العطرية وكيبيعوا شلة حاجات. وهاديك القضية بشحال كيتباع؟ الثمن البيع ديال بودرة تشيز 50 غرام ب15 درهم. 50 غرام ب15 درهم، يعني مهم. هذا هو الثمن ديالها. بالنسبة لهنايا جبت داك الطابع اللي داير بحال الدورة، تقدروا نتوما تجيبوا غطايات ديال ستيلو، تقدروا تجيبوا غطايات ديال لي فوتر ولا شي حاجه. المهم باش تحيدوا هذاك الزائد او دوك الخويات باش تجي لا فورم ديالو بحال شي جبنه هكذا كيف كتشوفوا في الصوره. المهم بحال عدا شي فار. فكيجي المنظر ديالها زوين بزاف، وحتى المذاق ديالها كيجي هائل. هنا نستمر انا نحيد دوك الفراغات، ومن بعد غنوريهم لكم في الطاوله كيفاش جاوا. ها انتم ها الشكل ديالهم. بطبيعه الحال انا هنايا استعملت الخرقوم البلدي، واحد الرشه منه باش يعطي داك اللون بحال ديال الفرماج، باش يجي داك اللون، يجي فيه اللون بحال ديال الفرماج شيدر. كاين اللي كيدير ملون غذائي في اللون البرتقالي حتى هو جائز، غير هو الزعفران ما تكثروش منه باش ما يجيش غالب في داك المذاق ديال الزعفران. هنايا ها هما ديالي وجدوا، قدمتهم مع الصوص ديال تشيز، زوقتها شويه ديال لا سيبولات وحطيتهم باش نوريهم لكم نتوما بعدا، شوفوهم كيفاش جاوا الشكل ديالهم. صراحه جا الشكل ولا مذاق هائل جدا. بالطريقه ديال لومبالاج راه ديجا وريتها لكم، لانها سامبل وخفيفه وما كت غير مكلفه، يعني كديريهم في ساشيات وكتزوقيهم كيجيو هائلين، وكتكتبي في الورقه مملحات بمذاق الفرماج. فكيبقى لكم اختيار ديالكم نتوما وطريقه كيفاش غتصاوبوا لومبالاج ديالكم، اولا تقدروا تمشوا عند المطابيع وتصاوبوهم الا كان عندكم راس المال كبير.
اما البنات اللي عاد باجين فمن الاحسن يستعملوا هذاك المبلاج اللي وريتهم، راه زوين بزاف وغير مكلف نهائيا. على هاد الشيء البنات غنقول لكم السلام عليكم، حتى الفيديو الجديد ان شاء الله ما تنسونيش من لي لايك. عافاكم البنات، عافاكم عافاكم. لي لايك حيتاش كتفرجوا كتنساو ما كديروش داك لو لايك وما كنعرفش واش عجبكم لا فيديو ولا لا. وما تنسونيش دائما من البارطاج ديالكم. كانت معكم سمية، احبكم في الله، الى اللقاء، الى فيديو جديد ان شاء الله. سلامه.